كالعادة أنا النهاردة حلقة أعملها للجمهور، لأنه الحقيقة ما حدث امبارح من ملحمة في إدارة حاجز. جمهور النادي الأهلي لتذاكر المباريات والتواجد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم والوصول إلى 1.5 مليون انتظار ومليون انتظار في عدد التذاكر، أعتقد يعني حاجة ملهمة يا أستاذ جمال. طبعا يعني أنا الحقيقة الأهلي طبعاً. عجبني السؤال ده، انا بقوله في الاول النهارده لانه الكل لا لا، هو الحقيقه انا عجبني جدا انه انت بادئ الحلقه النهارده في الانترو بتاعك بالجزئيه دي، لانه اقل شيء ممكن ان يقال حقيقي عرفانا بجميل هذه الجماهير هو اللي حضرتك قلته. صحيح. انه فعلا هو كابتن اسلام استعرض من خلال الموقع الرسمي للحجز عدد الجماهير اللي في قائمة الانتظار 1 مليون، ده ساعة ما بدأت الحلقة. مش عارفين دلوقتي كام، هنشوف. لكن هو من ساعة ما بدأ الحلقة 1,500,909. فطبعا رقم يعني بيتكلم عن نفسه. يعني ما نقدرش نوصف هذا الوفاء وهذا الإقبال من جانب جماهير الأهلي حتى اللي مش عارف يحجز. إنما هو بيصر على إنه يثبت وجوده، انه فعلا جمهور الاهلي. ودي برضو يا كابتن اسلام يعني انا مش هنضيف كتير عليها، لانه جمهور الاهلي دايما كده. طبعا يعني طبعا. جمهور الاهلي زي ما بيقولوا فعلا جمهور الاهلي، ولكن حماية. دايما اللعيب او الجهاز الفني يحب يسمع الاشاده، ده لو شافوا اللاعب. انا قصدي الجمهور هنا برضو محتاج ان هو طبعا. هو مش محتاج طبعا. ولكن احنا دايما بنقول او بنتعلم من جمهور النادي الاهلي، وبالتالي لما يسمع استاذ كبير زي حضرتك بيشيد بيه، لا لما انا يسمع بقصد كبير زي استاذ محمود يشيد بيه، اعتقد ده برضو يعني حتى يعني احنا حاسين باللي انتوا بتعملوه الحقيقه. طبعا مفيش كلام، والمسانده والدعم الدائم. لا انا الحقيقة. كلامي او معنى الجمله اللي انا قلتها انه مهما عملنا مش هنوفي الجماهير حقها طبعا. مهما اتكلمت، لكن حتى من غير ما بتناشدهم طبعا. ومن غير حقيقة. ما بتقول لهم روحوا، هو الجمهور بيتصرف تلقائي وبيحب النادي الاهلي ويعشقه اكتر من اي حاجه حقيقة. وده شيء في حد ذاته يعني يحسب لجماهير النادي الاهلي، ونتمناهم كده على طول. يعني يا استاذ جمال، يا استاذ محمود، انت لما بتقف في طابور العيش مستني حاجه تاكلها بتزهق بالظبط، فما بالك لما بتقف عشان تشوف تذكره، هو ده زي الاكل بالنسبه للجماهير. يعني وبعدين احنا ما عادش عندنا طوابير عيش، صحيح احنا كان زمان لا يعني لما بتقف في اي حته فيها طابور لا لا، هو طبعا هو الاهلي، جمهور الاهلي هو فعلا اكله وشربه ان هو صحيح. يتفرج على النادي الاهلي ويحضر ماتشاته ويسجل اسمه في دفتر الحاضرين. يا ريس صحيح. الكوره او الانديه الكبيره وجماهيريتها بحجم جمهور النادي الاهلي بالنسبه لهم مشاهده الفريق، يعني الاهلي جمهوره لو في ناس في ناس لو سمعت كلامهم بتكلمك عن الاهلي هتبقى قاعد مذهول من حجم الحب. صحيح. بيقولوا لك كلام يعني ايه يدخلك وتحول الاهلي بالنسبه له الى انه غذاء روح، وهو بلا مقابل. ايوه يقول لك يعني ايه حب بلا مقابل. بص يقول لك ايه وحشنا يعني. وعاوزين نشوفه. يعني لما بيغيب فتره ايه الدوري انتهى وموسم طول وبتاع الكلام ده، لما يجي يضرب لك مثل في مباراه السوبر وتفاجئ ان الاستاد كله مليان عن الاخر، 30,000 مشجع موجودين الا قليلا يعني، والناس قطعت مسافات بكل، كان الناس بتمني نفسها بايه؟ انه اللقب وفرحه كبيره جدا والناس جايه وبتاع هارد لك معلش، هي دي الكوره وهي دي الرياضه. هل ده نال من العزيمه ومن الاصرار؟ لا لا طبعا، نال اصابهم حاله فتور. لكن عاوز اقول لك انه النهارده لما الفيفا مثلا بلغ النادي الاهلي وبيقول له انه مباراه اتحاد جده او مباراه اوكلاند سيتي اي سيان من الاثنين هتقابلهم يعني. الملعب ملعبك ومش عارف ايه والترتيبات ترتيباتك والحدوته والقصه وبتاع والكلام ده، والجمهور برضه اللي انا عاوز اقوله انه بدات ناس تسخن مبكرة ومستعجلين قوي. يعني في ناس ومن عندنا من هنا منسبوا الى الاعلام وهم بعيدين عن الاعلام وليس لهم بالاعلام علاقه يعني. ولكن كل واحد معاه قرشين محيرينه وحب يدور على نفسه فعمل نفسه ايه نجم في الاعلام بشيء غريب ومثير ومقزز وملفت للنظر وعيب عيب قوي تقعد تستجدي نفسك وعاوز تضحك الناس اللي حواليك ومش قادرين يضحكوا. انا حزين على ان احنا وصلنا للمنظر ده. طبعا. جمهور الاهلي دايما بينتظر رد على الكلام ده في الملعب بالزبط. يا عم رد في الملعب. طب هو يا عم خلاص زهقنا من الاستوديوهات والرد فيها مش جايب نتيجه.
يا جماعه ما ينفعش كده يا جماعه، خليكم في مشاكلكم يعني، خليك في نفسك. اللي طالع يقول لك بعتوا جوابين ومش لاعين ومش عارف ايه، يا عم خليك في نفسك برضه، جاوبين هو بتاع ايه. واللي طالع يقول لك سحر وما سحرش وحاسبه، يا راجل ده احنا كان الاهلي كان عنده مستشفى وصل عدد العمليات الجراحيه في موسم 12 عمليه ل 12 لاعب. يا راجل مش عاوزين نفتح الموضوع، عشان لو فتحناه هنجرح ناس كتير جدا، لان هناك من الحقائق والثوابت والدلائل على ما كان يحدث مع النادي الاهلي. ما يصحش نوصل بعلاقتنا مع بعض، احنا بنتنافس في الداخل، ايه علاقه اللي بره بينا؟ يعني ايه ادخل واحد بيكلمك عن الدوري السعودي وبيقول لك اتحاد جده هيلاعب في الدوري موقف ايه؟ تقول له خلي بالكم من الاهلي جاي لكم هيعمل له. يا جماعه برضه ده كلام، يعني مين يحاسب الناس دي؟ ومصلحه مين؟ ولما انت يعني النجم الكبير يعني النجم الكبير يا كابتن، حاجات عشان كده ساكت وببص، انا هعمل ايه طيب؟ مش قادر انا اصلا، انا اتفرجت على بس خلي بالك مقدم انا سؤالي طبعا، لان هو انا كان سؤالي هيبقى بس بطريقه ثانيه. ايوه، هل الاقبال الجماهيري ده سحر وشعوذه؟ حلو، يعني انت دلوقتي خدت الاجابه يعني، انا وهتحط لها سؤال طب هعمل ايه؟ ما هو احنا لازم نتكلم على الاقبال الجماهيري. يعني انا دلوقتي اقول لك ايه، انا في بعض من لا يشجع الاهلي حاطين على تويتر يقول لك ايه، اصله اسلام قايل ان في 1.5 مليون اهلاوي منتظرين. احنا بنقول قائمه انتظار يا اساتذه، قائمه انتظار دي يعني فيها اهلاوي واتحاد جده ومنافسين وكل حاجه. للاسف الشديد يعني الناس بتاخد الكلام وتحطه وتقعد تضحك على الناس يا عيني باي طريقه، لكن في الاخر مفيش مشكله. لكن في الاخر السؤال اللي عايز اساله لحضراتكم برضه، هل الاقبال الجماهيري ده والتواجد الاهلاوي ده نعتبره سحر وشعوذه، او نعتبره بالسحر والشعوذه ولا ايه؟ زي ما بنقول، حتى لو في سحر وشعوذه ده باللعب، يعني ما فيش حاجه اسمها سحر وشعوذه ان انا اعمل عمل لفلان عشان اكسب، مش عارف ايه عشان اكسبه والا ودي اتقالت 300 ألف مره. لو انا لو كده العمليه ناخد كاس العالم لكره القدم، صحيح في كره القدم على مستوى المنتخبات، مش انت ولا مش انت اللي هتاخده يا استاذ جمال، ده في ناس تانية احسن منك في الحدوته دي. لا ونحتفظ لا ونحتفظ في ناس احسن منك كانت عملتها، لا ونحتفظ بكاس العالم. معلش اقطع كلامك، افكرك بمنتخب زئير لما صعد لكاس العالم تمام 78 صح؟ ايوه اتغلب كام؟ اتغلب كتير 10-0. وكان وقتها بيتكلموا على ايه؟ على السحر والشعوذه والسحر الاسود. ما نفعهمش يا باشا، اقول لك ما انا ثواني بس ما نفعهمش. ليه بتدخل في دايره وهو نسي ان يعني ما يجري في هذا الملك يجري باراده وامر الله سبحانه وتعالى، ونعم بالله وما هم بضارين به من احد الا ايه؟ الا باذن الله. يعني انت ليه مدخلنا وراح تحكي في موضوع بره لدرجه انه بهزر. انه كابتن محمد بهزر. نور بهزر. كابتن محمد نور والله محمد نور كلام. يعني بص كابتن محمد قاعد مستغرب يا اخي، يعني ما تحكش. انا بس بعدين هبقى اقول لك يعني كابتن محمد مش يعني قاعد بيقول لك ايه ده، ازاي المنطق ده؟ يعني ما هو الهدف؟